زوار الموقع مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه الجديدة. مصطفى الخصم كتعرفوه كاملين رفع العلم المغربي 12 مرة والعالم ديال الشعب المغربي كيرفرف في العالم، رفض جنسيات أجنبية، رفض أوضاع مريحة، رفض امتيازات، رفض الخير الذي ما بعده خير، وفضلك أيها الشعب المغربي على باقي شعوب العالم، فضل الوطن المغربي. هذا السيد هذا واحد الفيديو كنلقى واحد السيد يقولوا أشماتة، أنت أشماتة، أنت ماشي راجل، أنت غدار. سؤال، كيفاش واحد 12 مرة كيرفرف في العالم؟ هذا واحد الوقت المغاربة كيتمنى المغاربة عاد يتصوروا معاه يجلسوا معاه، دارت الوقت تلقى راسو كيسمع الشماتة، انت ماشي راجل. هاد الانسان اللي غيسمع الشماتة وماشي راجل اش غيكون داير كاع لهاد المنطقة؟ هاد الانسان من جاتو هاد الجرأة وهاد القوة باش يقولوا هاد العبارات هادي القاص هادي ما نقولوهاش حتى الانسان، ما خصنا نقولوها حتى واحد، ولكن ملي كيكون الناس عندهم وضع اعتباري بطل عالمي، غتلقى بدر هاري ولا غتلقى مثلا بادو الزاكي ولا غتلقى مثلا سعيد عويطة ولا غتلقى مثلا منصف السلاوي ولا تلقى مثلا مثلا عدد من الناس المحترمين مثلا بالبركة ولا الناس اللي عندها قيمة اخلاقيا ما تقدرش واخا تختلف معاه واخا وخا كاع يكون عندك منه كاع بعض الاختلاف، ولكن باش تقولوا الشماتة قاسحة بزاف. بدينا كنبحثوا علاش جبناه. تصوروا اخوتي المغاربة هادشي اللي يقول مصطفى الخصم، والله العلي العظيم حتى في الاحلام، وهذا سخر الله عز وجل هذا الخصم. لقاش كنا كنقولوا بعض الفساد والمؤسسات تيقول لك لا انتم معاك تبالغوا، ها هو غيجي واحد ما هو معارض للنظام، ما هو جزائري، ما هو ضد ملكي، معتدل، وطن. شكون يقدر يشكك في وطنيه مصطفى الخصم؟ شكون اللي يقدر يزيد على مصطفى في وطنيته؟ رفض الامتيازات وجا للمغرب. هذا الراجل ما يهضر على صدق. ثانيا معروف ماشي واحد كيدبر على راسه، لاباس عليه عنده الخير، ماشي بحال المشاهير يمشي غيبيع ويشري وتفطح، لا جا ودخل باش يعاون. بمعنى من غيهضر هذا الراجل خصنا ناخذ كلامه ما اخذ الجد. هذا الراجل هذا غيفرقع قنابل، كنا كنهضروا على التحكم وكيفاش كتفركت الاغلبيات، انا بغيت هاد الشركه ديال النظافه توقع معايا، ولا ما بغاش رئيس الجماعه شي شركه نظافه بغاها رجل السلطه، يا ويلو. الا ما بغاش يخلص شي فواتير مثلا ديال شركه ديال امانديس، يا ويلو، كتنوض له المعارضه والميزانيه الدعم ما كتبقاش توصلوا وكتقطع عليه الضوء هلم جرى. كنا كنسمعوا هادشي، غتسمعوا مصطفى الخصم غيفرقع القنابل. دابا غنمشيو لواحد القنيبيله واحده، بعض القيادة أو رجال السلطة اللي لاباس عليهم. هتقول لي المهداوي السياق هذا الكلام هو هاد نقرا هذا مجلس والله ما خصو يبقى يتسمى مجلس النواب، والله ما خصها تسمى الحكومة، اسمحوا لي على الأقل في هذه الفترة خصكم المغاربة تلقاو شي اسم جديد لمجلس النواب، مجلس المتواطئين، مجلس المتآمرين، مجلس اللي كيتلتوا بالقوال. وكاين واحد المسرحيه كدير كيديروها حتى بعض القياده، ويقولها مصطفى تعرفوا ديك الالاعيب اللي كيديروا بعض القياد، مثلا هو كيشوف المخالفه وتلقاه ربما عنده بها شي مصلحه، وفي نفس الوقت كيدفع شي واحد وكيدير وكيسجل مخالفه ويدفع له، هو مصطفى غيعاود شو كدير تسويه، وراه واعرين المغاربه. راه الفساد صعيب بزاف اخوتي المغاربه، كاين شي واحد كيدير لك المحارب وراه مفاهم ويمشي معك المحكمه ومحسن راسه وشله ديال 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 الالعاب. مجلس المتآمرين، انا كنسميه مجلس المتآمرين، هذا ماشي مجلس النواب، غيصادق على هذا المشروع الخطير جدا في حق الشعب المغربي ديال هذا القانون المالي. لم يشهد تاريخ المملكه المغربيه قانون، ما حشمت نقول شي مصطلح حيت كنحترم راسي وكنحترمك ايها الجمهور وكنحترم قواعد المهنه، هذا خصنا نوصف شي وصف هذا القانون اخطر قوانين المالي، وغيدوزوه صحه عليكم. عتعرفوا علاش غيدوزوه صحه؟ لسبب واحد، هو ان مجلس المتآمرين حيت هذاك المجلس مصوب على المقاص، التخياط كان بكري، علاش كتكون الحيحه قبال وكذا باش من تجي بحال مشروع القانون الماليه بغينا ندوزوا اي حاجه ما نلقاش تبرزيط اخويا، خصني نجي نلقى المجلس واش خصني يكون فيه الناس اللي محاكمين امام القضاء باش كيكون واش اللي
كنا كانوا المسؤولين في هذه البلاد كيحشموا على اعراضهم ملي كيكون شي واحد متابعه من القضاء المحكوم باسم جلاله الملك تمقلقه والله ما علاش اللي كيكون محكوم تيكون موقفه ضعيف واش اللي عنده ميل في هذا القضاء يخرج عينه في وزير الداخليه يخرج عينه في الحكومه دابا اللي عنده ميل في هذا القضاء ومحكوم ابتدائي عمرو يهضر عمرو يدير تشريع نقي عمرو يدير يراقب سيادة الحكومة هو موقف ضعف صيفوك على راسه اذا كنحطوا بعض الناس مدانين وسط المجلس مدان باش يبقاو ضعاف هادو كنخدموا وين كيبغي يدير يصادقوا ينوضوا البلبله يصرحوا يكتبوا القصائد الشعريه يشيدوا هذا هو اذا عندنا المدانون ثانيا شكون كيجيب واحد اخر دوك ماني الشريط الشكاكر لاباس عليهم هادو ماني الشكاير ما كيخلصوش الضرائب مع اذا هما معفيين اذا غيدوزوا لنا الامور كيما بغيت ثاني شكون اللي غندوزوا عاوتاني اخرين واحد النوع ديال البشر ما قاريش وتيكون ما كيعرف لا مؤسسه لا برلمان لا والو بنادم جايع وخصو ياكل ويشرب غير ياخذ تصويره مع 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 مع, مع وزير الاقتصاد غير ياخذ تصويره مثلا مع اخر وش غير يوصل البرلمان سال النقاش عنده 4 مليون في الشهر امتيازاته والعافيه تجي للبلاد باش يشغلوا هذا هو البرلمان هذا هو مجلس المتامرين هادشي علاش كدوز القوانين كلها غيدوز هذا القانون الماليه وغيدوز لانهم هما المجلس المتامرين صاوبوه بكري قبل ما تجي 8 شهور قادوه طلعوا اللي بغاو باش يتحكموا وسميتو مجلس المتامرين علما ان اكثر من 80% اللي نشوفوا من الاصل راه ما مصوتينش هادو كيمثلوا واحد الناس فقراء مقردين عطيه 4000 ريال هذا ولد ديال الطحين هذا عطيه الزرب شويه الحطب ملي ياخذ هذا ولده مشدود في الحبس خرجوا له هذه مراه بغات هذا نهار السوق ما عنده باش يتسوق كيعطيه باش يشري شي ولد ديال الطحين وكاينه بعض الناس اللي صوتوا بنزاول كيشكلوا صفص هذه هي العام وحنا كندفعوا الثمن كنا ك 34 مليون في اطار هذه العمليه هذه كلها اليوم هاد الحكومة التي لم يشهد تاريخ البشرية حكومة بحالها ظالمة عاود ما تكون عندها الشجاعة والجرأة وتمشي المشكل بالضبط اللي هو الفساد وتجيب الفلوس باش تجاوب على المطالب ديال المغاربة دار جوج حوايج جابت لنا خطاب تضليلي ما غاديش نقول شي عبارة ديال أوكرانيا حرب روسيا الجفاف حقر التداعيات ديال المرض ديال كورونا حقر الجفاف جاي هذيك المغاربة خذوا من خوكم المهداوي هاد الكلمة نهار تلقاو شي مسؤول مغربي تيقول لكم سبب الفقر وسبب الخلاف في المغرب هو حرب روسيا وأوكرانيا والجفاف وتداعيات كورونا عرفوه مجرم هذه ما تلقاوش نهار شي مسؤول يجي يقول لكم عرفوه راه عدو الوطن هذه آمنوا بها اي مسؤول حكومي يجي يبقى يقول لكم اوكرانيا روسيا تداعيات جفاف حق كذا حق نهار عرفوه راه عدو ديال البلاد قسما بالله العلي العظيم الخلاصه اللي خرجت فيها اللي خرجت لها من خلال مشواري الصحفي والمهني واللي فهمته في هذه البلاد ان ازمه المغاربه في الفساد انتهى الكلام تجي حكومه زوينه فيها خوف الله بالله العلي العظيم حتولي المغرب من دول العالم الاول كذب لكم الكذاب كاينه لا روسيا لا حق كل الشروط ديال احنا راه العدو معانا قسما بالله وكنحلف في سيدي ربي واليوم الجمعه يخطر من البوليزاريو كيعيشوا معانا وسط البلاد وكيتحملوا مسؤوليات اخطر من البوليزاريو حيت اللي كيمشي يسرق المال العام واللي كيمشي البرامج اللي مسطره الاهداف الفقراء ولا المشروع المستشفى ولا وكيسرقها عرفوه راه عدو ديال البلاد وخطر من اي وسبق لي شرحتها في مناسبه اخرى بوليزاريو راه هو الجزائر راه النظام الجزائري راه روسيا راه اوكرانيا راه الخطير هو اللي داخل لي مع الجلابه معايا وكيف كيهلكني وعنده ادوات ديال الدوله وكيفرح وتبقى يهضر على حقوق الانسان وكيهضر على عاش ملكي وعاش الملك وشوف الملك يبوسلو من وكيفاش كيهضر وكيفاش كيناقش هو شفار هو شفار مخرب للثروة الملكية ومعارض للخطب الملكية شوفوا الشعب المغربي قال لك واستمرت الجلسة التشريعية حوالي 7 ساعات عرض خلالها النواب أزيد من 100 تعديل قوبلت البارح بجميعها بالرفض من قبل الحكومة من أبرزها مطالب بفرض ضريبة على الثروة وعلى شركة المحروقات أنا اسميتي عزيز أخنوش أنا بيتروم أنا شال أنا يعني شركة توتال أنا كنعيش وسط المملكة المغربية كنبيع لكم المازوت وليسانس كندخل فلوس بالملايير وانت يا الأرملة غتخلصي الضريبة وانت الأستاذ تخلص البوليس يخلص الجدارم يخلص معلم يخلص البيطاري يخلص الفلاح يخلص السيرو المقاول أنا ما نخلص
انا ما نخلص. علاش ما نخلص؟ واش انا بغيت نخلص؟ انا عندي ادوات الاكراه، انا عندي البوليس نديك ما ينطق، انا عندي الحبس نديك ليه، انا عندي القاضي، انا عندي الدرك الملكي، انا الحكومه، انا عندي امتيازات السلطه العامه. شكون انت تزعم تقول لي نخلص لك الضرائب؟ انا مول المحروقات. حنا واش اخوتي المغاربه، واش تبعت نقاش عادي؟ انت مغربي وانا مغربي، كتجمع على المواطن، انا نخلص الضريبه وانت ما تخلصهاش، وانت دخلتي فلوس خياليه. واش كاين شي اجرام اكثر من هذا؟ واش كاين شي اجرام اكثر من هذا؟ شوفوا الشعب المغربي دابا مادام مشاو الفقراء، شوفوا الشعب المغربي هذا الخصم اش كيقول، هذا الخصم سمعوه ايها الشعب المغربي. هذه عطيتكم غير 0.0000 من داكشي اللي غتسمعوا غدا الحلقه كامله باش تعرفوا هذه البلاد الفساد كيفاش نخرها. سمعوا وعفاكم ركزوا مع الجمله، قال لك انا الثروه اللي عند القياد في إيموزار ما عنديش انا، عفاكم. وسمعوا خالته وعمته كيكتبوا، سمعوا الشعب المغربي، سمعوا في مزار اللي بغى يبني عندها ثمن، هادشي بني العشوائي، عشوائي بالرشوه. بيان سور بالرشوه، بيان سور. قياد قبل اللي عندهم ثمن، بغيتي دير هذه كتخلص قدا وقدا غادي ياخذ. بيان سور كياخذ. عندهم الاراضي اللي عندهم، الاملاك اللي عندهم، البني اللي كيبنيو. إيموزار إيموزار قياد. بيان سور القياد اللي عندنا حنايا، البني اللي عندهم، الديور اللي عندهم تما، والاراضي اللي عندهم تما، ما عنديش سميتهم ولا سميت محيطهم، سميتهم، سميت بناتهم، سميت خوتهم، سميت كل شيء. القايد عرفتوا المغاربه علاش سحبوا الاطراء الغير المشروع دابا؟ اخنوش ونزار بركه وعبد اللطيف وهبي سحبوا القانون للاطراء غير المشروع. هذا القانون اش كيقول؟ كيجي كيقول لك خويا انت قايد، اييه، عندك 2.5 مليون ثمن قهر، الاجر القهر، وعندك واحد 2.5 مليون اخرى كتاخذها عباره على تعويضات، تعويض تكميلي، تعويض على السكن. انا غنفصل فيها هادشي، كتوصل للقايد 4 مليون ولا 5. مزيان، وعلاش يا خويا منين جاتك هاد 500 دار وهاد 500 هكتار مثلا؟ اذا ما قدرتيش تقنعنا الاجر اللي كتدخل والتعويضات مع حجم الممتلكات اللي عندك وعند اسرتك وعند عائلتك، معناه انك راك متي ثروه بطريقه غير مشروعه. تصادر هذه الثروه لفائده الخزينه العام. هذا القانون واجهوه، ماشي هو في الحقيقه وهبي، ماشي غير وهبي، وهبي غير واجهها، ونزار بركه غير واجه، واخنوش براسو غير واجهها ربما لهادشي، وخا لاباس عليه، وخا لاباس عليه فهادشي. ولكن شكون الناس اللي عارضوه من تحت الدف اللي ما باينينش، اللي ما باينينش، وكانوا ضد هذا القانون الاطراء الغير المشروع. اذا انت سمعتوا سي مصطفى الخصم قدم لنا جواب. نمشيو نشوفوا الوضعيه ديال القياد والعمال والباشوات رجال السلطه المحليه في هذه البلاد شحال كيدخلوا. خاصكم تعرفوا الشعب المغربي بان رجال السلطه في المغرب وخصوصا العمال كيدخل اكثر من رئيس الحكومه بتعويضات اكثر من هاد رجال السلطه. تاريخيا ما كينكر حتى واحد المجهودات ديالهم، وما كينكر حتى واحد بعضهم فيهم نزهاء وشرفاء، ولكن مني هما عندهم وضع تفضيلي في المملكه المغربيه. علاش؟ لان عندهم كان هاجس ديال الضبط، لكون الدوله دوله يعقوبيه، دوله مركزيه، ولكن المغرب كان حديث الاستقلال، حديث علاقته بالاستقلال، وكانت منظمه الهلال الاسود، وكان فيلات امني، وكانت حركه سريه، كان خاص الضبط. اذا الضبط كان خاص رجال السلطه المحليه يعطيهم واحد الامتيازات، بلا ما نناقشوا تاريخ القياد وكذا وشنو داروا القياد في البلاد وكذا وكذا، مفهوم. كان عندهم امتيازات، عندهم واحد الامتيازات في الاجور، في التعويضات، في كذا في كذا. دابا الشعب المغربي والي ديال كيقول لك التعويض على السكن، خلي دابا ما نناقشوش داك الصالير اللي تيكون فيكس مثلا 5 مليون فيكس هذيك ديالو، دابا نشوفوا واش كيعطيهم فلوس اخرى زايده غير تعويضات. مثلا العامل عنده 32000 درهم تعويض على السكن، العامل الرئيسي 32 هي 3 مليون و 40000 ريال وشي حاجه. العامل العادي عنده 26000 درهم و 460 درهم. الباشا كيتعوض على السكن ب1.5 مليون 15000 درهم. الباشا العادي كيتعوض على السكن ب 12000 درهم. القائد الرئيسي عنده تعويض ديال 9000 درهم غير تعويض. شتي التعويض؟ المهندس في المغرب عنده 9000 درهم. القائد كيديها غير تعويض على السكن. قائد ممتاز في إدارة السجون، قائد من تسمعوا قائد ممتاز، قائد في إدارة عنده 9000 درهم. مدير الحبس عنده 10000 درهم، مدير السجن كله بتعويضاته عنده 10000 درهم. شوفوا دابا القائد عنده غير السكن كيعطيوه 9000 درهم، كيقولوا هذه كريبيها ب 9000 درهم.
يعني القائد غيكري ب 9000 درهم تعويض على السكن. افترضوا دوك عرفوا الباديه، يعني الباديه كي داير البني ديالها القائد غيكري ب 9000 درهم، 2000 درهم في الباديه، 3000 درهم تكري لك القصر ديال الباديه، والديور تيكونوا واعرين كاع مثلا، كيعطيو التعويض مثلا ب 9000 درهم قلنا على السكن. القائد العادي عنده 6700 7000 درهم، خليفه القائد عنده 4000 درهم على السكن، خليفة القائد عنده 2900 درهم. وتنضاف لهذه التعويضات رزمة من التعويضات الأخرى، مثلا شي واحد التعويض كيسمى التعويض على الولاء، التعويض على الولاء 28000، هذه بعدا ما فهمتش أنا التعويض على الولاء، وعلاش الولاء لمن؟ للمؤسسات. إوا راه الجدرمية عندهم الولاء للمؤسسات، وإدارة السجون الموضع عندهم تهم التعويض، خصهم تعويض تهم ما عندهمش الولاء، لمن عندهم الولاء هما إدارة السجون؟ والأساتذة لمن عندهم ما؟ والمحامو لمن عندهم الولاء؟ الاطباء لمن عندهم الولاء؟ والشعب المغربي لمن عنده الولاء؟ هاد التعويض على الولاء 28000 درهم تقريبا 3 مليون، تعويض على الولاء، تعويض تكميلي 13000 درهم، مليون و60 الف ريال، تعويض على التمثيليه 6500 درهم، تعويض على التمثيليه بالنسبه للقائد 2000 درهم تعويض على التمثيليه، واجمالي التعويضات التي تلقاها العامل دون احتساب اجرته هي 91000 درهم، تقريبا 10 المليون، غادا 10 المليون، هذا غير التعويضات. بلا ما نهضروا على الراتب ديالو القار، بلا ما نهضروا على الميزانيه، بلا ما نهضروا على بزاف التليفونات، الايباد، التنقل، الترونسبور، وهلم جرى هذا هذه الخدامه الشهر. و25000 درهم الشهر بالنسبه للقايد، القايد كتبقى له 25 بجوج المليون ونص غير تعويضات القايد بلا الراتب ديالو القار. وتتراوح الاجور المدئيه للقياد ما بين 14000 درهم و22000 درهم، جوج المليون و40 هذا قار، الا زدنا عليها 25000 درهم اذا كتولي عند القايد تقريبا 5 المليون في الشهر. عند بديه مشوارهم دون احتساب الزيادات في بلا ما نهضروا على الاقداميه اللي عنده والسلاليم والتسلق وداك الشيء، اجور التي يجب اضافتها الى التعويضات الشهريه المخلفه يذكر ان. اذا هذه هي الوضعيه الماليه ديال القياد. خوتي المغاربه، الاستاذ الجامعي شحال كيشد في المغرب؟ استاذ المغرب، استاذ عندي واحد صاحبي ما عنديش تفويض نقول لكم سميتو، في واحد المدينه مسكين كيشد 13000 درهم، دكتور كله علم، كيتفرط بالعلم مع صديق ديالي وكندخل وياه في نقاشات فكريه سياسيه قانونيه تبارك الله، رجل قامه علميه قامه، كاري مسكين بواحد 3000 درهم في واحد المدينه مزيان باش كيقري في كاري، عاوتاني مع وليداته مسكين في مدينه اخرى كاري ب 4000 درهم، كاري لولاده ب 4000 درهم، وحيت مشى للجامعه بعيد كاين لهم شحال اخوتي المغاربه، قسما بالله اللي كنقول لكم هذا الشيء حقيقه حقيقه، هذا استاذ الجامعي، عشان هي الجامعه اللي كيقرا فيها القياد والباشا والعامل والشعب الاصل، دابا ما تيقول لك الضبط حيت لما كانش الاستاذ هو اللي قرا القائد، هو اللي قرا العامل وقرا الوزير الفتيت وقرا الداكي وقرا الوهبي وقرا اخلوش وقراهم كلهم، هو الاستاذ الجامعي. هذا الاستاذ عنده 13000 درهم وكيدير بحوث واطروحات، كاين 3000 تما باش كيمشي للجامعه وزد عليها 4000 لوليداته، وعنده ولادو مسكين واحد البركه لوليداته، نحيدوا غير كره، هي 3000 و 4000 هي شحال؟ هي 8000 درهم، واخا 8000 8000 7000 درهم، 7000 من 13000 درهم شحال بقات له مسكين؟ بقات له مسكين واحد نقولوا 6000 درهم اخرى، واخا خصو تاكسي باش يمشي من ديك البلاصه اللي كاري للجامعه، يوميا تاكسي غادي يجي غادي شحال خصو؟ خصو يجي في التران من ديك المدينه، يمشي في التران ويجي، ما عندوش كاع سياره، كيمشي في الترانات وكيمشي في الطاكسيات، وعنده تليفون وعنده كونيكسيون وعنده وليداته كيقراو في مدرسه خاصه وخصو وما عنده حتى تعويض فوق 13000 درهم حتى 4 دريال اخرى. استاذ جامعي، شو السميه؟ استاذ جامعي. دابا القايد عايشد 5 المليون متعود والاستاذ الجامعي 13000 درهم، اش كيدير القايد؟ كيضباط الساكه اي، وهذاك الاستاذ اش كيدير؟ شنو كيغذي في العقول؟ كيربي الناس على القيم، ما تسرقش، ما تشريش الرشوه، هالفكر هالتاريخ، كيتشد 13000 درهم، واش هذه هي عداله؟ واش هذا منطق؟ واش هذا امر كيقبلوا العقل؟ مهندس يشد 9000 درهم ولا 10000 درهم واستاذ الجامعي يشد 13000 درهم ولا 15000 درهم وكيحيدوا له واحد 2000 درهم منها من الضريبه تبقى له 13000 درهم، وهذا عباد الله يشدوا مثلا ما كنكروش المجهودات ديالهم، ولكن واش هذا منطق اخوتي المغاربه؟ نقطة أخرى، مصطفى الخصم شنو قال دابا هنايا؟ قال لك الفلوس اللي على القايد ما عنديش أنا، هاد القيادة اللي هضر عليهم دابا مصطفى الخصم بطل عالمي 12 مرة، شحال خصكم عندو ديال شحال في نظركم الثروة ديال مصطفى الخصم؟ 12 مرة بطل عالم، يعني بشحال كيشارك مصطفى؟ شحال كيدي مصطفى في الميزانية؟ راه كاين الكونترا اللي مصطفى يديها ب 300 مليون، حسب شحال من مباراة لعب في حياته، حسب شحال من عقدة دار، حسب الثروات ديالو في أوروبا والخير، كيفاش القايد كثر منه؟
كيفاش القايد اكثر منه في التروه ديالو من خلال هو ما شاف. نقطه اخرى، علاش دائما اخوتي المغاربه كنسمعوا كتلاحظوا القضيه وزير الداخليه يعزل رؤساء جهه؟ هذه دائما الصحافه خصوصا في جريده الصباح، رئيس وزير الداخلية يعزل كذا، وزير الداخلية يعزل رؤساء جماعات، وزير أنا ما كنقولش كاين رؤساء جماعات شفارة وفاسدين، بعضهم كاين رؤساء جماعة وكذا قلال ولكن منين وزهاء، ولكن واش ما كيبان لكمش في هذه العملية ديال كل عام كل ما كيبان رئيس الجماعة هو الشفار، كيبان المنتخب هو الشفار، كيما كنسمعوش كاين القياد والباشوات والعمال والو رؤساء الجماعات هذه واش هذه العمليه في صالح الديمقراطيه في صالح البناء ناخذوا هذه الصوره على رؤساء الجماعات لوحدهم؟ وهاد رؤساء الجماعات وكنقولها دائما في التاريخ، واش زعما ما كيكونوا كيسرقوا هذه السرقه وهذا التشفار اللي مرونين البلاد؟ فين هي عيون الداخليه؟ فين المرقيات؟ فين المصلحه؟ فين الشؤون العامه؟ قسم الشؤون العامه؟ فين الاجهزه؟ فين الدرك في المناطق العربيه؟ فين فين كيف زعما حتى واحد هذاك فين كيكونوا على مستوى التقارير ديالهم؟ وكتلقاه مثلا مدار 40 عام وهو جالس كيخبط حتى لواحد النهار، وعلاش غير بعد 17 18 شحال هما في المغرب؟ شكون زعما شحال واحد ما كيسرقش من رؤساء الجماعات في المغرب مقارنه مع اللي تحالوا اللي تعزلوا؟ واش هذوك اللي دابا غير في البرلمان المغربي، واش هذوك المدانين في البرلمان غير هما بوحدهم 10 ولا 15 ولكن عباد الله اللي محصناه؟ نقطة أخرى في علاقة بهذا الشيء اللي قال مصطفى الخصم، دابا مؤخرا تم إدانة رضا بن عثمان، هذا واحد الوليد كنعرفو مسكين، كان جمعتنا به واحد التجربة في موقع ديال لاكو، وليد مؤدب زوين ما كنعرفو عليه إلا الخير والإحسان، مؤدب الله عمر له الدار، دوز واحد التجربة ديال الحبس، دابا مؤخرا هو تحكم بثلاث سنين ديال الحبس، وهذيك البنت اللي سميتها العلامة ثلاث سنين ديال الحبس. من حيث المبدا انا ما نقولش اش قال رضا، لم اطلع على رضا شنو كتب، ما مطلعش عليه، كيما حتى داك الشيء ديال ديك سعيد العالمي ما مطلعش عليه شنو قالت بالضبط والاجهزه والتمام، ولكن مني بشكل عام متهمين بانهم اساءوا بشي تدوينات ولا بشي تعابير، اساءوا لمؤسسات او لافراد داخل المؤسسه، اهانه هيئه منظمه. من حيث المبدا خلي دابا بلا ما نناقش، احنا ضد الاساءه ضد اي واحد، احنا الا شفتوا نسنا لشي مؤسسه انتقدونا ما تسمحوناش، ولا شفتونا انتقدنا الى قذفنا ولا سبينا ولا اهنا هذا ما تسامحوناش، كيما حنا ما كنقبلوش شي واحد يسئ لينا، ما كنقبلوش حتى شي واحد يسئ المؤسسات ولا لمسؤولي المؤسسات، وما كنقبلوش المؤسسات يسيئوا للمواطنين، خاص تكون الاحترام بين المواطن وبين المؤسس، واش هذه هي قاعدتنا وهذا ديدالنا، اذا ما عندناش اختلاف في هذا المستوى. انا غنسلم غنقول هذاك الشيء اللي كتبوا رضا بن عثمان ولا سعيده ولا كذا يتضمن اساءات واهانات، فرضا هذا الشيء كنقول في العالم افتراضي فرضا، وخصهم يتعاقبوا على ذاك الشيء فرضا. وزعما ثلاث سنوات زعما اللي كتعلق بعبارة هو عبر وخانه التعبير او لا ما كانش موفق في التعبير ولا عبر حيت هو طالع له الدم من هذا الشيء، وكيشوف الفلان كيسرق، كيشوف فلان كيدي، كيشوف الفوارق الطبقيه، كيشوف بنادم كيمشي للهجره السريه، كيشوف بنادم ما كاينش التخلف، الازمه، الشوماج، مظلوم، مجروح، تنفس في الفيسبوك ديالو قال شي حاجه ما نتفقوش اسيدي معها فرضا افترض واخا نمشي وحنا معاه، واش نعطي ثلاث سنين ديال الحبس؟ 36 شهر ديال الحبس، 36 واحد جوج 36 على واش اغتصب؟ لا. واش سرق؟ دا شي سرق لشي واحد؟ لا. واش قطع الطريق مثلا وتحطلت مصالح الناس وقعت اضرار ولابيلانس ما داتش المريض وكانت خسائر كبرى؟ لا. واش ضرب بحجره شي بوليسي؟ لا. واش ضرب بحجره جدارمي؟ لا. واش قطع شي عقده لشي جدارمي وشنق عليه؟ لا. واش دخل على القايد المكتب ديالو وريب عليه المكتب؟ لا. شنو دار؟ جلس في داره ايه؟ هذيك الكتبه اللي كتب شحال واحد شافها؟ وشافوها 10 20 واخا، وشكون ضرت ماديا جسديا؟ ما 36 شهر ديال الحبس، 36 شهر، واحد طرش رئيس فرنسا خد 4 شهور، انا والله خوتي هنا كيحبس لي العراره ما تلقاش نقشع، ملي كتفكر هذا دابا حنا المغاربه بغيت حنا كيفاش حنا دوله اسلاميه ودوله المسلمين وكنبقاو المسلمين وحنا المغاربه وحنا ودوك هذوك الجياشه الحياحه، واش ما كتهزكمش نفس ملي تلقى رئيس فرنسي طرش يدير 4 سنين الحبس وواحد عبر بالسيل وثلاث سنين الحبس؟ واش انت كمغربي اللي كتقول الوطن ومغربي كترضى بهذه المقارنه؟ ما كتهزكش النفس؟ شنو الفرق بيني هذاك والاخر؟
من لا خر رحيم بشعبه وبمواطنيه وهذو قصات مالكم؟ علاش 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 الشهيه ديال الاعتقال الغليظه في المغرب؟ علاش الشهيه ديال التكرفيس العقوبه تكون كبيره بزاف؟ علاش هذا التوجه؟ علاش ما قرفينا لا قران لا سنه لا تربيه لا لا علاش عندنا دايرين حنا بحال هكا؟ انا بغيت سؤال، علاش لا انا بشر بشر هذاك مغربي، انا كنهضر بحس وطني دابا بمغربي ما رضاش، بغيت نكون فضل من الفرنسي كيما كنقول السياده وفرنسا قاطع علينا الفيزات وقاطع علينا، وخصنا نكونوا حنايا فرنسا نستفزوها في المجال الحقوق نكونوا افضل منهم مستوى الاحكام مستوى. علاش انا واحد تضرب من واش 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 هنا المسؤولين عندهم كرامه اكثر؟ زعما ما فهمش واش كيفاش علاش الفرنسيين 4 شهور حنا تدوينه كتبها 3 سنين الحبس، وهذا القياد دابا واخا الى سلمنا بهذا الشيء وراه عندنا نموذج السيد واخد عام ديال الحبس مع شكون هو داك صندوق الايداع والتدبير الاخر داك مول صندوق 124 مليار درهم اللي مسروقه 4 سنين معنى 4 سنين موقوفه 4 سنين اذا كاين الادانه اذا ثبت القضاء موقوف التنفيذ. هذا الرئيس ديال الجماعه ديال بوزنيقه 4 سنين موقوفه التنفيذ. دابا تفكرتوا هو داك الرئيس تفكرت ماشي غير هو كله عطيه البراءه لا ما داير والو كيفاش موقوف التنفيذ 4 سنين وشنو كتقولوا في التهمه؟ وشنو كتحتي؟ دابا هذاك الشيء اللي دار هذاك رئيس الجماعه هو اللي دارته هو اللي داره هذا رضا بن عثمان هو اللي دارته هذا سمير نفسه نفس الفعل موقوف. علاش 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 كنفضلوا بين المواطنين في المغرب؟ واحد عبر ساخط ما عنده مسؤوليه ما عنده تسيير ما كلا ميزانيه ما سرق فلوس ما اغتصب ما عبر شي تعبير يقدر يكون خالو يقدروا ما اتفقوش معاه ما كاين باس يقدر كاع يتعاقب اذا اقتنع القضاء. ولكن علاش هذا موقف التنفيذ وداك رؤساء الجماعات كاسين كيتساراو ورؤساء المجالس والسفراء احنا الشعب المغربي علاش زعما التوجه في الدوله علاش؟ علاش علاش؟ علاش التوجه كاين في الدوله المغربيه على الزعم؟ علاش ما تكونش عداله؟ علاش ما تكونش عداله وسط المغاربه؟ علاش؟ مساواه اللي غلط يتعاقب. احنا نقبلوا شي واحد والله ما كنحمانا شي واحد يسيء المؤسسات ديال الدوله المغربيه قسما بايات الرحمن المغرب يا ما كنحمر شي واحد يسيء الدوله المغربيه لا لمؤسساتها ولا لمسؤوليها. انتقدوا ما سيدي قول انتقاد ولكن في اطار المشروع ماشي ديك العبارات عندما كتشوفوا شي عبارات شي واحدين كيبداو يعبروا بشي اسلوب ما تقبلش عبر انا راه سي دوزت لسين تحبس ظلما وعدوان ظلما وعدوان وتكرفص تكرفص الذي ما مشروحش مشروح وكذا ما كيسمحش ليا نهضر بواحد الطريقه فضه لا عبر قول انا كذا كذا وكتكون عندك شرعيه ولكن من عاودتني بالمقابل الدوله ما كنقبلوهاش هذا النوع من الاحكام ما كنقبلوش هذا النوع من تفركت بنادم مره كاع موقوف التنفيذ غرامات الماليه نجربوا شهر شهرين مثلا انا كنقول من حيث كتسمح السنوات ملي كتولي امام غتعبير ونشوفوا حنا نسمعوا بحال شي مصطفى بعشره في القياد هذا القياد وهذا كذا دابا استثمار هضر عليه الملك في الخطاب كيفاش دابا استثمار شنو هي ادوات ديال تنفيذ المشاريع الخطاب الملكيه شكون اللي كينفذها في الارض وراه هي الحكومه وشكون الممثل ديال الحكومه في الاقليم راه هو العميل والعميل باش كيخدم بالباشا وبالقياد وراه الا كان عندك قايد في الملعب كيدي الاراضي وكيدي راه الخطاب الملكي غيبقى بعيد ما عنده حتى علاقه بالواقع حيت الملك واش هو الملك هو اللي كيهبط الارض راه القياد اللي كاين في الارض هما اللي غينزلوا المشاريع الملكيه اذا كيفاش دابا غنهضروا على الاستثمار ونسمعوا الهضره هذه كيفاش؟ وثانيا احنا كاع المقودات القياد تابعناهم شحال من قايد شدينا ثانيا نبقاو نديروا ديك الحملات الموسميه قايد هنا قايد لا كذا واش ما بقاش الاوان اليوم حنا كمملكه مغربيه بركه بركه من هذا الفساد بركه من هذا الشيء تجي انت تمشي للمطلقات والمحامون وفرض الضرائب ها الفساد في البلاد واش فلوس كناخذوها من صندوق النقد الدولي بنك الدولي نتسلفوا الفلوس ونغرقوا الروايد ديال الاجيال المقبله وعوض ما هذيك الفلوس نسلفوها تمشي في مشاريع نمويه باش ندخلوا الفلوس باش نخلصوا الديون ونروجوا الحركه عاود ثاني نعطيوها لعباد الله يمشيو ينهبوها وعوض ما السلطات المغربيه تمشي لهاد الناس اللي كاين فلوس ديو فلوس نبقى مقابلنا الحقوقي والسياسي في تدوينه نجبدو من تحت وهذا واش دابا القايد ملي كيكون عنده الاراضي اي موزر عاد يجي يقولها لي الخصم فين هي الشؤون العامه اللي كتعرف المصارم العمل ما فيهاش مصلحه الشؤون العامه دابا الاجهزه ما عارفاش تما الدرك الملكي ما كيشوفش القايد ما كيشوفش وكيل الملك واسمحوا لنا فهاد اي موزر ولا في غيره واش الناس ما كيشوفوش يشوفوش هذا الشيء هذا ثم السيد وزير الداخليه اليوم اللي كيقود واحد الحمله غير ضد الملك العمومي كنحييوك حنا معاك في الملك العمومي وحنا ضد هذا النوع متى من تسيل فتيت عندك هذه القوه ديال كتريب بالتراكس وهذا اخبر قرار خصني نقول واحد الهضره قبل ما نكمل هذه الفكره خصكم الشعب المغربي تعرفوا بان
عبد الوفي الفتيت أقوى رجل مر في تاريخ المملكة المغربية كوزير. هذه قناعة وصلت لها أنا. لم يحدث في تاريخ المملكة المغربية تجمعت قوة في يد رجل بحال عبد الوفي الفتيت. شي من نهار الاستقلال كاع الوزراء اللي دازوا كاع اللي كيجيكم على بالكم الفتيت عن اليوم هو قوي منهم كاملين في تاريخهم. واليوم السي عبد الوفي الفتيت قادر نتمنى عليه واحد الرهان كبير يبني يعاون، ما نقولش يبني يعاون في بناء، حيت عنده السلطه عنده القوه في بناء الديمقراطيه، عنده القوه ما كاينش حاجه دابا تخلعو، عنده تفويض وقوه الفتيت منين خداها بزاف د الحوايج، ولكن على الاقل وفق كتحليل خداها من ثلاثه د الاشياء. خداها بواحد الاولى كورونا، طريقه تدبير الملف في كورونا عطاه واحد الدفعه، عطاه شحنه، عطاه واحد المساحه كبيره، كسب واحد الثقه كبيره عند دوائر القرار في البلاد. هذه كورونا عطاته قوه. العمليه الثانيه اللي عطات الفتيت قوه هو تدبير الملف في الريف، بغض النظر على التجاوزات اللي وقعت فيه وحنا اللي كنقولوها، ولكن عند دوائر القرار الطريقه اللي دبروا بها الملف ديال الريف بالدرجه الاولى عطاته واحد القوه. واللي عطاه قوه اكثر وزاد له مره شرعيه وسط الفوق واللي ولا موقع قوه هو تدبير الانتخابات و الطريقه اللي واجه بها البي جي دي، باش ما نقولوش شي كلمه اللي هي يعني باي باي البي جي دي، نجح في هذه المهمه. هاد العوامل خلات الفتيت اقجر القوه، والدليل قوه الفتيت فين كتبان؟ حتى شي وزير داخليه ما يقدر يزعم على الملك العمومي بديك الترياب كما زعم هو، والاراضي السلاليه والروينه شباكه في المغرب، كيبان بانه يعني رجل عنده ضوء خدا قوي، خدا مساحه وخدا ثقه اللي هي قوي، كتبان حتى في البرلمان ديك الجلسه اللي جلس واحد المره وكيفاش هضر مع واحد البي جي دي، وكان واحد التهديد وسط البرلمان، ما عمر شي وزير هدد بديك الطريقه كما هدد الفتيت. لكن باش يقول بان الدوله المغربيه عاجزه ما يمكنش تقال هذه وما تقالش وما يمكنش نسمحوا فيها. يعني واحد الطريقه هضر وكان مريض وكذا ورغم ذلك خلاوه يجابوه ويكملوا، فكيبان بان الرجل حظى بواحد الثقه، ما كاين باس ما كاين باس. حنا كنقولوا السي الفتيت دابا اليوم مادام عندك هذه المساحه الكبرى راه مفروض تلعب واحد الدور طلائعي في بناء هذه الديمقراطيه في هذه البلاد. كيما انت السي الفتيت قادر تريب، راه ما حتى واحد في تاريخ المملكه ما قدر يدخل في التريب بهذه الطريقه اللي دخل فيها الفتيت. راه ملي كتبدا تريب على المغاربه كاملين في التراكسات راه انت كتحط يدك في العافيه. هو قدر يزعم على هذا الشيء، ما كاين باس. انا كنقول لك السي الفتيت مادام انت عندك هذه المساحه كلها وكسبتي الثقه وانت بموقع قوه، علاش ما تاخذش شي حمله ضد الفساد؟ انا هذا سؤال، ماشي كنشك في نوايا، لا، علاش ما تاخذش حمله ضد الفساد؟ علاش؟ ماشي تكون هنا، لا، حمله من اجل من؟ ماشي من اجلي انا ولا من اجل المملكه المغربيه. راه والله من اجل المملكه المغربيه واستقرارها وسلمها وصيرورتها في التاريخ، حيت يستحيل شي واحد عاقل يتوقع بان المملكه المغربيه غتستمر لعقود بهذه الفلسفه اللي غادا بها دابا. هذه حيدوها من راسكم، لان اخطر عدو للمملكه اليوم هو الفساد. الا ما اقتنعوش الناس اللي كيحكموا المغرب بهذه الفكره والله ما عندك شي واحد يبقى يدوخكم، حيت كاين واحد الناس واعرين، راه كاين الناس اللي كيتغداو بالكذوب كيتغداو بزرع التوترات. كيبان لك راه التوتر بحال داك القايد اللي اش كيدير، هو كيقول لك سير بني، وملي كتبني في المخالفه وكذا يقدر ياخذ منك فلوس، وفي نفس الوقت كيولي يدير لك هو اللي تلقاك سير بني كيولي يحرك مخالفه، ومن بعد كيقول لك سير دير تسوي، هو خدا الفلوس باش يحصن راسه وكذا. كاين واحد النوع ديال البشر يخلق الازمه والتوتر باش يبقي الحاجه اليه. حيت وجوده مرتبط بوجود التوتر، كيبان له لا ما بقاش التوتر في البلاد ما غيبقاش موجود، ما تبقاش عنده ديك الامتيازات. كاين في عدد من المناطق، ما بغيتش ندخل بعض المناطق اللي تلقاو فيها هذا النوع من التوتر، راه البشر صعيب لدرجه لا تتصور. حنا كنقولوا السي الفتيت في نهايه الحلقه لك من المؤهلات اليوم والشروط السياسيه والاداريه والتاريخيه وهذا الشيء اللي راكمتيه دابا منطقه، يمكن لك تلعب واحد الدور طلائعي في مواجهه هذه الازمات اللي كتعيش المغرب. من غير المعقول أن يستمر الوضع كما هو عليه اليوم من فساد، من تغول، من ما يمكنش، لابد واحد الحملة ضد هاد الناس اللي راكموا ثروات بشكل غير معقول وبشكل اللي ماشي مفهوم. وكما كنقول السي الفتيت كما عندك الشجاعة والقدرة تريب الديور هذيك التراكس
انا بغيت كالسلفتيش نفس الشجاعه ونفس القدره هذيك التراكس بدلها البوصله ديها اتجاه الناس المغرب كله. واش غيوقع في مرك الله؟ انت دابا في موقع قوه بزاف كاع، انت دابا راك عندك بحال شي حكومه داخل حكومه قوي قوي بواحد الدرجه ما تصور. هذيك التراكس كتريب داك المشهد، بغيت نفس القوه تمشي تريبها على تريبها على الفساد. اجي منين جاتك انت هذه؟ اجي عرفتي شحال ديال الفلوس غتجمعوا؟ عرفتي شحال ديال الفلوس وديال الثروات الخياليه غتجمعوا؟ انا ذاك ما غتقيسوا لا مصالح المطلقه ولا مصالح ديال الفقراء ولا دراوش ولا غتمشيو للدين الخارجي ولا والو. من هنا غتكون التنميه. كنتمنى السيد فتيت ما يتزيرش وما يضيقش به يعني الصدر لهذه الانتقادات، ويعتبرها بحال شي مواطن خوه كيناقشوا. الهدف ديالنا شنو هو؟ هو ما يخدم هذه البلاد واستقرارها، ما عندنا حتى شي مصلحه اخرى. كنشكركم متتبعات والمتبعين ديال هذه الحلقه، والى اللقاء.